سيدنا محمد إن شاء الله راح يتكلم في هذا الدرس عن أسرار صلاة الاستخارة. وجد الباحثون حديثا أن المنطقة المسؤولة عن اتخاذ القرار في الدماغ هي منطقة الناصيات، مقدمة أعلى الدماغ، وهذه المنطقة تنشط أثناء الصلاة. ولذلك فإن عندما تريد أن تتخذ قرارا ناجحا ينبغي عليك أن تصلي بخشوع بعد ذلك تتخذ القرار. هذا من الناحية العلمية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سبق العلماء لهذا الأمر، فأمرنا بصلاة الاستخارة قبل اتخاذ أي قرار. صراحة ما نقول له سبحان الله، من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناصيات تنشط في أثناء الصلاة الخشوع؟ هذا النشاط يساعد الإنسان على اتخاذ قرار ناجح. والعجيب أن القرآن ربط بين الخشوع والصلاة والنجاح في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورة المؤمنون من آية 1 إلى 2، والله أعلم.